نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اموركم احوالكم صحه جيده، رمضان كريم، الله يدخل عليكم بالصحيحه وبالسلامه وباش ما تمنيتوا يا ربي. هذا اول يوم من رمضان، وريتكم كيفاش كنبدا رمضان وكيفاش شنو هما استعداداتي لرمضان، سواء كنت مريضه سواء كنت صحيحه. ما عمرني ما تنوجد ونبقى نستوكي في الفريكو، ما عمرني ما تندير ديك اللهفه وديك اللهطه. فرمضان راه هو شهر الصيام، شهر القيام، ماشي شهر الاكل ولا انا نمرض ولا صدر ربي ما عمره ما تيدير لنا شي حاجه باش ناديو بها راسنا. علاش كنمشيو دائما للكوتي نيجاتيف؟ هذا هو محتوى اليوم ديال هاد لا فيديو. هذا بغيت نبارطاجي معكم العبايه ديالي ديال الصلاه، الطقم ديالي اللي وجدته لرمضان، المصحف ديالي بس ما شريتوش. هذا المصحف ديالي باش كنقرا كل سنه، يبان لكم من هنا نتوما راه بدا كاع كيتمسح. فدرت هاد العام هذا مقراه باش تعاونني، وحطيتها ضروري ضروري. انا صراحه اش غادي نقول لكم، كل سنه كنحاول انني نختم القران مره حتى لجوج، ولكن ماشي كنتجارى لا، كل مره كنحاول انني نفهم منه شي حاجه. وكل قراءه سبحان الله ما كتكونش كالقراءه السابقه. ومن هنايا بغيت نقول لكم سامحوا تسامحوا، فراه الدنيا فايته والدنيا دايزه باش ما عطى الله. غادي تقولوا لي لا راه العائله وتضروا هذا وهذا، ماشي مشكل، شدي ثقارك ولكن انت سامحي. منين تحطي راسك على المخده سامحي، الا جا شي حد هضر معاك او لا طلب ماشي مشكل، كوني سباقه، كوني لبيبه، كوني ودوده، كوني سموحه. من طبيعه الحال بعض الاشياء، اما كاينين شي حاجات راه ما يمكنليناش نسامحوا عليهم. ومع ذلك الا قدرتي وربي عطاك القدره سامحي باش تصدر ربي يعطيك تنتيه على قد النيه ديالك. سامحي باش ربي الا درتي شي حاجه ماشي ما كنتيش قاصده ولا هو يغفر لك. دائما كنديروا شي حويجات في سبيل الله، عيطوا لحبابكم، تسامحوا معاهم، هضروا معاهم، باركوا لهم العواشر. انا عارفه كاينين شي ناس اللي فاش كتعيط تعتذر منه شنو كيسحب له؟ كيسحب له راه ضعف ولا راك انت اللي غلط داكشي باش عيطتي كتعتذر؟ لا، راه نهائيا خيركم من بدا بالسلام. وكاين الناس اللي كيجي لهم اعتذار ومع ذلك كيرفضوا الاعتذار. دخلتني ابل وقطعت لي لا فيديو. كيف ما قلت لكم، يعني خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي بغى يدير شي حاجه يقولها، ربي فرق الريوس باش كل واحد يدير داكشي اللي بغى. اش غادي نقول لكم، والله الدنيا فايته. ها انتم شوفوا شحال من حاجه فرحاتكم فاتت، شحال من حاجه قرحاتكم فاتت. الحياه كتستمر، كنفقدوا ناس عزاز علينا بزاف بزاف. الحياه ماشي سهله، كتعلمنا بزاف ديال الدروس. للاسف في المدرسه كنقراو الدرس عاد كندوزو الامتحان، اما في الحياه فرحنا كندوزو الامتحان عاد باش كنفهموا الدرس. هذه دائما خليوها بين عينيكم. انا الوفاه ديال ماما اش غنقول لكم، حيدت لينا واحد الحجاب، خلينا نشوفوا، خلاتنا نشوفوا كل شيء على حقيقته، خلاتنا نشوفوا النفاق، خلاتنا نشوفوا الكذوب، حتى العلاقه مع بعضياتنا تنشوفوا والله القسم ماشي حوايج اللي قرابين. العلاقه الاب ديالي معانا مع يعني بيناتنا، الراي لونطوغاج المحيط ديالنا كيفاش كان، كل واحد شي كيسرق شي كيغرب، الناس كيدخلوا بين اللحم والضفر. يعني بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنفهموهم وكنعرفوهم وراه حنا كغاديين في الكبر. اللي بغيت نقول لكم، ما عمركم ما تسوقوا شي واحد، صفي تشرب، صفي بينك وبين الله. نحط راسي على المخده وانا مرتاحه، هذا هو المهم عندي، نحط راسي على المخده وانا مرتاحه. فهاد لا فيديو هذا بغيت نقول لكم، الله يسهل عليكم، صفي قلبك خوي خوي خوي، ما تبقايش هازه في قلبك، ما تبقايش تشوفي واحد الانسان اشتاكت اديك او لا يعني ما عندك ما ديري بها في حياتك، كتدخل لك غير الاشياء السلبيه. فشدي ثقارك منها وسدي عليها، سدي عليها. الا اضطريتي انك تقوليها لها نيشان احسن بكثير من انك تنافقيها، احسن بكثير من انك تمرضي راسك معها. كاينين بزاف ديال الناس اللي كتكون المجمع ديالنا بهم ما فيه حتى شي فائده، حتى شي فائده، فقط نميمه، غيبه، لمز، نضحكوا على عباد الله، نهضروا في الاعراض ديال عباد الله، مع العلم اننا حنا راه غير ساترنا سيدي ربي. راه كل واحد فينا فيه الشق الايجابي والشق السلبي، دائما كنقولها لكم. وهذا الشهر هذا كيف ما تنوصيكم دائما بالنسبه للناس اللي تهتموا بعلم النفس، علم الطاقه، علم الحيويه، ننصحكم انكم تشوفوا فيديوهات الدكتور احمد عماره، غزالين بزاف 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 بزاف. قال واحد الحاجه في الكورسات ديالو بغيت نتقاسمها معكم. من طبيعه الحال حتى انا غير ما كنعرفش كلشي، راه كنقلب هنا ونقلب هنا ونقلب هنا. قال باللي احسن وقيته باش تجدد
الطاقه ديالك، واحسن فرصه باش تقرب من باش تقرب من الله، حيت كيكونوا كيكون الجو زوين، كيكون بزاف الحاجات زوينه. هو الفجر، هو الفجر، يعني ديك الساعه سبحان الله، ديك الساعه قبل من الفجر حتى الفجر، دائما كيقول لك نوضي طلبي الله، ربي كيكون في السماء الاولى، يعني الكره الارضيه كتكون منوره. واش عرفتي؟ شوفي الا بغى يجي عندك غير شي ضيف، شنو كتوجدي؟ كيخصك توجدي مال الدواء طاب، وتنقي وتعطري وتوجدي، فما بالك انها تسمعي سيدي ربي راه غادي يجي عندك، ولا راه عرفتي شنو هي؟ راه شي حاجه زوينه ان سيدي ربي يهبط باش يسمع لك. شنو غادي تشكي عليه؟ شنو غادي تقولي لي؟ والله ربي ما كيضيع شي واحد، راه حنا اللي حمقين وكنعطيو الاشياء اكثر من الحجم ديالها. هذه نقطه اللي بغيت نقول لكم، يعني الفجر هو احسن حاجه في النهار، ولكن رمضان هو احسن حاجه على طول السنه. فجر السنه هو رمضان، دائما فجر السنه هو رمضان. يعني هذا رمضان ماشي هو امساك عن اكل وشرب ومعاشره و لا، هذا الشهر هذا عطاه لنا ربي باش ماشي نحبسوا الغذاء فقط، الغذاء الارضي لا، عطاه لينا سيدي ربي باش نراجعوا الحسابات ديالنا، باش نخويو نحيدوا ديك الطاقه السلبيه، ندخل طاقه جديده. اعتذر مره اخرى، مشيت شفت عمر عطيتو يفطر. المهم كيف ما قلت لكم، بالنسبه لرمضان يعني نرتاح ونخوي، وهذا القلب علاش نبقى انا هزة على فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، والناس عايشه حياتها؟ علاش انا نبقى فوق ما كنشوف ديك الانسانه كتوصل لخدامه على راسها اولا محبوبه من طرف الجميع، انني نبقى انا كنعكر فيها ونبقى كنوثق ليها في السمعه ديالها؟ شنو غنستافد؟ شنو كنستافدوا ملي كنكذبوا على عباد الله؟ راه والله القسم احنا الاولين ما كنكونوش مرتاحين، وكل ما صفيتي قلبك شتي كل ما كان هذا ابيض، قسما بالله العلي العظيم، كل ما ربي كيعطيك على قدو، وكل ما كيبغيوك الناس، وكل ما كيعيروك الناس وكيبغيو يخسروا صورتك، كل ما ربي سبحان الله كيجعل كيحبب خلقه فيك. داكشي باش كنقول لكم ما تصنتوش للناس، فارضاء الناس غايه لا تدرك. استغلوا هذا رمضان، ما تستغلوش عفاكم في الماكله، الماكله بزاف راه تتمرض، راه ماشي زوينه. كنشوف دابا والله كيضرني قلبي، الناس ما لقى ما تاكل ما تشرب، الناس ما لقاش باش تعيش، وكتجي وحده اللي ما شاء الله عندها فلوس حلال او حرام شغلها هذا، كل واحد كل معزه كتعلق من الكرعه، يعني كل واحد غادي يتحاسب موحدو. انا ما عنديش مشكل، ولكن اللي رزقها ربي بشي رزيق، يا اما تستروا يعني تاكل وتشرب راسها، اولا تحاول انها تقتصن. ايه راه كاينين الناس اللي كيصدقوا هذا وهذا وما بينينش وما كيقولوش، ولكن راه كاينه واحد الام اللي كتشوف وليداتها كيتقطعوا بغا واحد الحاجه وكيشوفوها ما كيسيبوش ليها جال. انت راه عطيتي لواحد ولا جوج، حيت راه تعيا اليد اللي تعطي ما تعياش اليد اللي تشي. كاين بزاف د المحتاجين، كاينه وحده كتوحم تشوف شي حاجه غادي تشهاها، كيفاش غادي دير؟ عاد باش ولا السوشيال ميديا كيخرج حتى على العلاقات الزوجيه، ولا شوف فلانه، لا شوف راجل فلانه، لا شوف هذا، لا شوف هذا، يعني ولينا كنديروا المشاكل على راسنا، ولينا كنبداو نقارنوا راسنا، ما بقيناش راضيين بداكشي اللي عطينا سيدي ربي. الا ما اقتنعتيش مع عمرك ما غتوصلي، وغتبقي دائما في الحضيض، بل وغادي تهبطي عليه. حمدي ربي وشكري على اللي عندك، ودائما شوفي الناس اللي قل منك، راه لو كان هاد البوز وهاد الفلوس وهاد التظاهر وهاد الشيء زوين، لو كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. راه كاينين، حنا خلقنا فقط للعباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. الصدقه السعاده الحقيقيه كاينه في الدين ديالنا، يعني نحاولوا اننا نستمتعوا بالدين ديالنا، نتفقهوا فيه، ما نبقاوش تابعين القاطع، يعني ديك التربيه القاطع كيتربى والدينا وكيربوهم جدودهم حنايا غاديين، غير جيل كيعلم جيل داكشي اللي عرف. لا، نمشي نقلب نبحث نشوف حاجه جديده، نحاول انني انا نجيب شي حاجه جديده، ماشي من طبيعه الحال نجيبها من راسي، ولكن نمشي نتدبر، نمشي نقرا، نمشي نبحث. دابا كاين كلشي متوفر، حنا شدينا السوشيال ميديا فقط في الشق السلبي، ولينا كنشوفوا فلانه شنو دارت. الناس ولات عايشه غير على اساس انها تجيب فلوس، تجيب حاجه تبان على عباد الله، ولا انه والله الناس ولاو مراد بعباد الله. خاصني نبان على هذيك، خاصني ندير جلابه احسن من هذيك، خاصني تبلد الفطور نحطها احسن من هذيك. ايه ماشي مشكل، انا كنقول لك برعي راسك قدر المستطاع، هي ما تخليهاش في قلبك. والناس عاود ما يبقاوش يصوروا بزاف، راه كاينين قنوات اللي مختصين في الماكله. شنو كدير؟ كدير لك شي وعني، كتدخلي انت على حسب الطلب، ولكن باش تولي كتفرجي بحال هكا فروتين ولا هذا وكتصوري مال الدواء طاب، راس انت براسك، راه بعض المرات ما كيكونش عندك، وبعض المرات كيكون عندك الخير موجود.
انا ماشي تنهضر، ولكن والله القسم حيت شفت ناس اللي دخلوا عندي من القناه وكيشكيو انهم هزين عائلات، هزين رجالتهم اللي مرض، وهزين ولادهم، وهزين والديهم. شحال من وحده مسكينه خدامه على امها وكتقول لي ما بغيت حتى حاجه في الحياه غير انني ما نطلقش ديك الام، ما نطلقش ديك الاب، يعني بزاف ديال الحاجات. فالله يجازيكم بخير. خليو انا يتنطح خواتاتي، انا عارفه القناه انها فيها خواتاتي، فيها شي حد من العائله ديالي الثاني. كيف ما قلت لكم انا عارفه بلي القناه عندي فيها خواتاتي، عندي فيها العائله ديالي الثانيه، تنهضر معكم بحال جمعت حدايا خواتاتي، بحال جمعت ايمان، بحال جمعت اميمه، بحال جمعت سي محمد، وتنهضر معاهم يعني بحال جمعت خوتي، وتنهضر معاهم، تنهضر معكم من القلب. الله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه، وان شاء الله يا ربي يخرج ويخلينا ولينا احسن وتنقينا ولينا تنبغيو الخير لبعضياتنا. وماشي نقول لك انا قلبي بيض وانا قلبي كحل، لا، فنخوي خوي خوي سامحي، شي كل ما سامحتي كل ما نضف قلبك. والله القسم انا كان وقع لي مشكل وكنت كنقول ما نقدرش نسامح، ضرني قلبي وكنبدا كنبكي، ولكن اللي وقع لي شنو نقول لكم، يعني لا داعي انني ندخل في الشباك. ولكن دابا كنقول علاش انني ما نسامحش، واش انا ما كنغلطش؟ حتى انا كنغلط، سواء بقصد او بدون قصد، حتى انا كنغلط، حتى انا كندير لي ديفو، حتى انايا انسان، حتى انا بشر، حتى انا كنسى، حتى انا بزاف ديال الحوايج، يعني نسامح باش حتى انا يا ربي اش نقول لكم كيفاش ربي يجعل داك الانسان اللي غلط في حقه انه يسامح ليا، ولا عرفنا راسنا غلطين نعتذروا ما فيها باس. وكاينين الناس اللي كتمشي عندهم كتقولي نتسامحوا، كتقولي حقا هذا وهذا، كيندموك. فلذلك كنقول لك الحاجه اللي غادي تاذيك في صحتك وفي النفسيه ديالك فغير بعدي منها، والله غير بعدي منها. ربي كريم، ربي بغانا نكونوا هكا، ربي بغينا نكونوا كالبنيان المرصوص، بغينا نكونوا هكا. ولكن للاسف في هذا الوقت راه بنادم كيدخل عندك وكياكل ماكلتك، ولا ما كياكلش ماكلتك المهم كيدخل عندك وكيشوف، حيت مادام دخلتي واحد الانسان لدارك الا وانك كبرتي به، الا وانك حسبتيه منك، يعني بنادم يدخل عندك ويشوف ما حالك وياكل طعامك ويخرج يهضر فيك ويخرج يحل فمو فيك، هذه راه اصعب حاجه. ولكن الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، والله يعطي لكل واحد على قد النيه ديالو، كنقولها وكنعاودها. المهم هذا الفيديو هذا البنات انا ما غنبارطاجي معكم فيه حتى شي حاجه غير انني دردشه من القلب، نوريكم استعداداتي لرمضان انا شنو تندير، فقط المقراءه، خديت عبايه جديده ديال الصلاه، هذو البنات انا جبتهم غنخلي لكم فيديو هنايا، ولكن ما شاء الله اللي جبتو دي يعني كلشي تبع، غنخلي لكم غير واحد لا كومونت ديال واحد السيده هي اللي غادي نخليها لكم هنايا، وهذو اللي بغيتوهم ان شاء الله راه نعاود نجيبهم لكم. كيف ما قلت لكم الاثمنه جد جد مناسبه. بالنسبه للبخور جبت بخور وما نسيتش راسي منه، ننصحكم البنات بهذا البخور الشوكولات، زوين 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 بزاف، عطي واحد الريحه خطيره، هذا ريحته فنه، واللي مجرب البارفان ديال طيف الحب غادي يعرفني علاش كنهضر. هذا قال ليه ما عرفتي والو، وفايت ليا شاركت معكم شمس الامارات، شمس الامارات هو اللي باقي عندي غير شويه، خديت مبخره جديده البنات، طلعت لي ديك المبخره في راسي، هانتوما شوفوا خديت هذه المبخره هذه باقي جديده، صافي الاخرى طلعت لي في راسي، انا اصلا صافي منين كندير من شي حاجه ما كيهرب لي خاطري منها. وهنايا درت شويه ديال البخور ديال شمس الامارات اللي كان باقي عندي، وصافي خليتها بحال هكا. هذا لوبان الذكر اللي درت هنايا، ننصحكم البنات به، كيطرد الطاقه السلبيه، الريحه ديالو زوينه، فيها واحد الريحه بالمقاوه، هذا زوين للتجميل، كاين اللي كياكلو، ولكن انا بحال هادشي ما كنصحش بالماكله صراحه، هادشي راه ما كنصحش البنات ان الانسان ياكلو، فقط انايا كنبخر به الدار وصافي فقط لا اكثر. هو عمران حدايا راه مبرزتني ما بغاش يحيد من حدايا. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف ما قلت لكم بالنسبه للبنات لهاد الديكورات هادو، هادو كنت جبتهم انا العام اللي فات، دابا جبت كبر منهم والثمن قل من هادو، متوفر باقي عندي بواحد الكميه، جبتهم صراحه الله زعما هذا العام كثر من العام اللي فات. هذه شميعه فيها الريحه، تنحطها هنايا تنشعلها وكيجي الديكور ديالهم زوين. ان شاء الله يا ربي انا غادي نسالي ونوض نبارطاجي معكم الديكورات اللي جبت هذا العام في الهلالات، اللي بغات شي حاجه فتواصل معايا في الرقم. وعواشركم مبروكه، الله يدخلهم عليكم بالصحيحه وبالسلامه باش ما تمنيتو، وان شاء الله مره غادي نبان معكم في رمضان. صراحه ما باغاش اليوتيوب يدي لي وقتي من القرب ومن الاقتراب،
والله سبحانه وتعالى غادي نبارطاجي معكم مره مره هكا نديرو جلسات رمضانيه، نديرو موضوع اللي نناقشوا فيه. الا بغيتوا خليوا لي في لي كومونتير مواضيع اللي نناقشوا، يا اما تكون قصص الانبياء، يا اما شي موضوع هكا في الدين، يا اما شي حاجه كتبنا اللي نتوما تستافدوا انا نستافد. قلت لكم رحمه الله، نسالي ونصور لكم الديكورات، كنبغيكم وكنحماق عليكم، الله يحفظكم يا ربي.